فيهاش زي البحر. مع توقيت صلاة الجمعة كان في طائرة استطلاع وفي طائرة حربية روسية. تزامنا مع صلاة الجمعة استهدفت الطيارة الروسية هاي الحارة اللي حارتنا، استهدفتها في 3 غارات. أول شيء قبل الغارة الرابعة أحسننا نطالع العائلة مدنية بالكامل من البيت. طبعا بعد ما طلعناها بدقيقة رجعت الطيارة استهدفت لنفس المنطقة، ما في أي إصابة الحمد لله رب العالمين، ما كان في إصابات في الحارة أو في الضيعة ولا شهيد الحمد لله، ولكن اقتصرت الأضرار على المادية وفي دمار كبير في المنازل، في 4 منازل ساوت مع الأرض. خذي